السلام عليكم. اليوم نروحوا الولايه تاعت بسة لنقف على الاشغال تاع القطب الجامعي الجديد اللي سوف يضاف الى جامعه محمد العربي التبسي بتبسة، وهذا القطب الجامعي اللي يعني الاشغال انتهت به، وكان محل زياره لوالي ولايه تبسة تحضيرا للافتتاح الجامعي المقبل. وللعلم انه هذا القطب يحتاج يعني يتسع ل 8000 منصب بيداغوجي، مقعد بيداغوجي، وكذلك يعني يتكون من جزء منه لإيواء طلبة ل 4000 طالب للإيواء، يعني 2000 للبنات و 2000 للذكور. إذن هذا هو القطب الجامعي الجديد اللي سوف يكون إضافة أكيدة للمنظومة الجامعية في ولاية تبسة خاصة، واللي احنا نتمنى تكون فيه قطب، هذا اللي يكون فيه قطب لإيواء طلبة من تونس والدول المجاورة من ليبيا ويعني كذلك من مالي، يكون فيه قطب لطلبة يعني يعني من الدول الشقيقة والصديقة. إذن أترككم تتابعين والسلام عليكم.